Thank you.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
Raúl. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون Thank you.
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلي شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.
لقد كدت إلي يجب شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلفك إلا قليلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Thank you.
ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.
أكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا. ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
Bud. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا بالله والملائكة
قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا. أو ترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العظيم. أيحسب الإنسان أن لن
حضرة النبي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر والخسر فانقلب وجميع الشمس والقمر يلقون.